بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الأول والآخر يولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نشكره على المجهودات المبذولة. الجزائر راهي في تحسن ما شاء الله، ونشكر الشعب اللي راهو يتفهم واش راهم يقولوا السلطات. الوضعية اللي هنا راهي جد 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 حسنة. الحافلات لنقل المناصرين للإكيب ناسيونال يديوهم من الصابلات للسطاد تاع بالرقي، والشكر هذا كاع يولي للدولة الجزائرية وبفضل الرئيس تبون اللي رانا في الشيء هذا اللي رانا فيه. طريقة ما شاء الله، طريقة ما شاء الله، باش ما يكونش الضغط في الحظيرة تاع الصطاد. منا تستاسيوني السيارة تاعك تستاسيونيها في صابلات وتتنقل في الحافلات، حاجة ما شاء الله ما شاء الله. نعم أنا رايح مع العائلة تاعي في الصطاد، جيت ركنت السيارة تاعي في الحظيرة تاع الصابلات وراح نركب في الحافلة باش نروح للصطاد. حاجة عادية، حاجة عادية. تقول معليش أنا تفكير يقول مثلا الصطاد إلى آخره إلى آخره. خلاص دوك رانا متحضرين، كنا نقولوا دوك خلاص، دوك رانا في 2023 ما شاء الله. جزائر تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.